أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما أفضل الكتب في شرح الفرائض؟ الشنشوري، شرح الشنشوري على الرحبية شرح جيد وواضح، عليه حاشية، حاشية الباجوري عليه جيدة جدا على الشنشوري. نعم، واللي يبي يتوسع يروح لشرح الترتيب عند الشافعية أو للعذب الفايض عند الحنابلة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.